subscribe, leave a comment, share it, tell your friends about it. And as always, I will see you guys in the next video. Thank you. تقدمي مصر بطلب للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. أسئلة أطرحها على ضيفي في هذه الفقرة دكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصادات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة. برحب بحضرتك دكتور حسن. أهلا يا فندم. وسيادة نزيل عندنا. أنا عبد الشطار سريعوشي عبد الشطار. الكارثة إن إحنا بنستعين بملاك الصندوق.